سيادة العميد علاء صلاح مدير أمن مقر النادي الأهلي بالجزيرة. سيادة العميد أهلا بيك. ألو الو، سيادة العميد أهلا بيك. اهلا وسهلا. السلام عليكم. كل سنة وحضرتك طيب. لا حاجة يا فندم. أنا الصوت واضح بالنسبة لك؟ كويس، تمام، اتفضل. تمام. انا كنت بسال حضرتك او كنت عايز استفسر من حضرتك عن مستجدات بيع التذاكر لمباراه الاهلي وسيمبا التنزاني يوم السبت المقبل ان شاء الله. والله الحمد لله، احنا كنا طبعا حضرتك انت عارف ان احنا كان الموافقه الامنيه جت ب 12,000 متفرج. كان في اجتماع امني يوم السبت اللي فات، وتم التنسيق على كل بوابات الدخول والخروج، بوابه واحد واثنين وثلاثه وسته وسبعه، وتم وبدانا نبيع في التذاكر من يوم الاربعاء امبارح الصبح، وتقريبا بالنسبه للدعوات كلها نفذت، وبالنسبه للتذاكر تقريبا احنا مخلصين اكثر من 80% خلاص بيها يعني. تمام. انا يعني اهم ما يشغل الجماهير يا سياده العميد اللي هو سهوله الدخول وسهوله الخروج، واكيد حضرتك نسقت في هذه النقطه تماما. يعني نسقت في الصوت مش واضح، معلش. سهوله الدخول للجماهير الاهلاويه وسهوله الخروج. والله بص حضرتك، احنا يعني احنا كان التعاون جامد جدا من السيد الاسكندار الاسكندريه، وكنا حددنا ان هو بالنسبه للجمهور الموحده هيخش من باب 6 وباب 7 في بابين. البوابات هتفتح من الساعه 3، هتتقفل الساعه 8. التوقيت دوت لما يكون الناس هتخش التوقيت دوت بالاليه اللي تم الاتفاق عليها، ان شاء الله هيكون في تسهيل جامد جدا بالنسبه للساده الجماهير ان هم ان شاء الله يخشوا من غير اي مشاكل يعني. والجماهير بصراحه ضربت مثل في الالتزام يا سياده العميد. لا لا لا، بص اقول على حاجه، يعني احنا دايما النادي الاهلي بيراهن على جماهيره، والحمد لله الفتره اللي فاتت كل اللي كان بيتقال لهم عليه بيتعمل، والالتزام يعني الناس الحمد لله بتبقى متعاونه. اولا بيبقى امن النادي متواجد على البوابات كلها، بيحصل تواصل ما بين امن النادي وما بين الجمهور. الحمد لله الحمد لله الفتره اللي فاتت كلهم كانوا متعاونين جدا، والحمد لله ما ظهرش اي مخالفات، وشايف ان في تقدم ويعني وتميز في جمهور النادي الاهلي في الدخول والخروج والكلام ده كله. واي حاجه بتتقال لهم نقول لهم يا جماعه بعد اذن حضراتكم ممنوع كذا وممنوع كذا وممنوع كذا، الحمد لله بيلتزموا. وكان عند حضرتك تجربتين اللي فاتوا بالنسبه لافريقيا، الحمد لله ما حصلش اي تجاوز يعني. بالظبط بالظبط، يا رب تبقى خطوه ان احنا نزود بقى الاعداد يا سياده العميد. والله بص حضرتك، احنا المره اللي فاتت كنا 10,000، استاذه القيادات في وزاره الداخليه وفي مديريه امن اسكندريه ناس متعاونه جدا، زودوا لنا 12، واحنا عندنا وعي ان كل ما يكون في التزام كل ما العدد بيزيد. وطبعا انت عارف ان احنا الحمد لله ماشيين كويس، فان شاء الله هيبقى في نهائيات وهيبقى في اعداد اكتر من كده، بس هم دايما القيادات بيبلغونا والله في التزام بنزود، وفعلا كنا 10 بقينا 12، وان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى الاعداد احسن. طالما في التزام من الجمهور وده الحمد لله موجود، يبقى ان شاء الله هيبقى في اعداد احسن. يا رب يا رب، بشكرك شكرا. يعني طبعا انا اسف يعني الفرصه دي، اتفضل. يعني بنتهز الفرصه دي عشان اشكر قيادات امن اسكندريه، لان بصراحه يعني في الاجتماع الامني الناس كانت بتقول وهنعمله، اتفقنا هنخش يعني بوابات وبوابه 3 بالذات وبوابه 6 وبوابه 7، مخصص لكل درجه هيخشوا منين. والناس بصراحه متعاونين جامد جدا، قالوا طالما في التزام ايه المشكله. اكيد اكيد. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده العميد، العميد صلاح علاء صلاح الدين مدير امن مقر النادي الاهلي بالجزيره. بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر طبعا الجماهير الاهلاويه اللي دايما ملتزمه.